نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط اول على غير متوقع، مثير، سريع، في فرص من الفريقين وفي جدل تحكيمي في بعض الحالات. هو زي ما انت قلت كده، في جدل تحكيمي كبير، وانت كان عندك فرصه انك تحرز اكثر من هدف، وخاصه في اخر 10 دقائق، ده غير كره رضا سليمي اللي كانت مواجهه مباشره من حارس المرمى، لو لعبها في اي زاويه من الزوايا هتبقى هدف محقق. ولكن هو ده التوفيق وعدم التوفيق اللي احنا بنتكلم عنه. احنا اتكلمنا قبل المباراه، وخاصه اسامه قال لك المباراه دي 50-50، تناول المباراه والسرعات اللي موجوده داخل الملعب، ده السؤال اللي انت بتقول على غير المتوقع انك انت تلاقي في الشكل اللي بيبحث عنه مدرب الاتحاد. فانت كمان الريتم بتاعك ابتدى يواكب نفس الريتم بتاعهم، وبقيت تخش مع الفورمه، وهم اجبروك على ان هم يخرجوك على اللي انت فيه، عن التركيز انك انت تمسك الكوره باس 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 باس. وقلنا ان احنا لازم يكون لينا احنا اليد العليا داخل الملعب، ولكن دخولنا المباراه دي في الوقت ده من التحضير في اول السنه، هتلاقي بعض اللعيبه مش قادره حقيقه، يعني مش قادره تاخد السبرنتات، تاخد المتواصله، كرشه النفس، الحاجات دي كلها. ف انا شايف ان اخر 10 دقايق، او خاصه بعد الهدف كمان، احنا فرقتنا معاها زمام الامور الحقيقه، وراحوا على الجول، وعندهم شكل قوي جدا للرجوع للمباراه. وحسيت برضو ان فرقه الاتحاد انها هبطت شويه، وقفت مش بنفس الشكل، حتى بقوا لما بيروحوا عندك في الكاونتر اتاك بتاعهم، حتى مش بعد بيعدوا نص الملعب مش قادرين ينفذوا زي ما كانوا بينفذوا في اول ربع ساعه. اول ربع ساعه كانت من اخطر الشكل في المباراه، هم ضيعوا هدف وانت ضيعت هدفين. وطبعا كهربا ليه ضرب الجزاء 100%، لغايه اما نشوف كابتن ناصر عباس هيجي يتكلم. لو احنا بنتعامل بهذا الشكل او بشكل التهور في الاداء، ففي اتنين لعيبه من الاتحاد تهوروا على كهربا. فانا ما اعرفش الفار قاعده واحده اسمها ماريا على ما اعتقد، هي منين هي؟ موريشيوس. من موريشيوس. فانها تشوف حاله التهور اللي موجوده هنا، وما تشوفش حالتين التهور بتوع الموجودين مع النادي الاهلي. والهدف اللي جابه كهربا برضو، يعني الناس بتقول انه حط ايده على الكوره، حط ايده كوره، بس لازم يمتلك الكوره، ما تبقاش يعني كرة انا حاطط ايدي على الكرة كده وسايبها، انا ممكن اشوط الكرة اجيبها جول. ده سهل جدا الحكاية دي، سهل جدا ان انا لازم انا الكرة تبقى في ايدي الاثنين كده، وانا بشوط الكرة من ايديك الاثنين بعرضك للاصابة. انما انا ما عنديش تعريض للاصابة، انت الكرة انت مش عارف تمسكها اصلا، وبتعمل ايدك عليها كده، جه مهاجم وراح مكمل الكرة فولو داخل المرمى. مهما قلت لي ومهما اتكلمنا ومهما انا العين اللي انا شايفها دي بالكرة دي، صعب قوي ان هي ما تبقاش هدف يعني. كابتن هاني، يمكن شفنا سرعه في الاداء، تحولات من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بسرعه جدا من فرقه اتحاد العاصمه. حتى شفنا في نفس التوقيت ان توم سانجي اللي هو راس الحربه الاساسي بينزل وبيكمل في الحته دي عبد الفتاح الجسيمي. ما انا بتفق معاك. خلينا نتكلم بكل امانه ان احنا قلنا بدايه المباراه ان احنا لازم نحط بصمتنا بالزبط على المباراه. بالزبط. حصل العكس بالظبط، هم حطوا بصمتهم على المباراه بثلاث حاجات. اول حاجه الشراسه في الاداء، هم كانوا اكثر شراسه، وبالتالي خسرنا معركه وسط الملعب. مظبوط. نمره اتنين زي ما اسامه كان بيتكلم على الكره الثانيه، حتى لو ما بيعملوش البيلدينج اب بيكسبوا الكره الثانيه. صحيح. الجزء المهم كمان اللي اتكلمنا عليه، ان احنا بنقول ان احنا لازم نستغل الفرص. فانت عندك اربع حاجات للاسف ما تنفذوش في الشوط الاول. خساره الشراسه اللي بداوا بيها المباراه، يمكن فوجئنا بيها، ويمكن لعيبه النادي الاهلي فوجئوا بهذه الشراسه وهذه القوه وهذه السرعه في الاداء. مزبوط. نمره اثنين معركه وسط الملعب، ما عندناش اليو ديانج ابرز واحد شويه فيهم، لكن بيأدي ادوار يعني ممكن تكون مبالغ فيها شويه، مفيش استحواذ بشكل كويس. في لقطه كويسه قوي لكولر قال له انقله بس كوره. ودي يا كابتن على سؤالك قبل المباراه،
هو امتى عمليه الاستحواذ؟ الاستحواذ كانت في الوقت ده، في الوقت اللي فيه شراسه مزبوط. والوقت اللي فيه قوه بدنيه تبدا رتم اللعب. تنزل بالريتم وبتبدا تعمل، حتى ديت خسرناها بالميز باص. صحيح. يعني في طيب. ميز باص كبير جدا، وبالتالي صحيح. اربع خمس نقط اعتقد صحيح. كانت ليها تاثير سلبي جدا على فريقنا. طيب. سريعا حلول الشوط الثاني يا كابتن بلال لمستر كولر. شوف يا كابتن ايمن، انت لازم تعرف النقاط الايجابيه اللي عندك ونقاط الضعف اللي عند الفرقه الثانيه. هم في الحته الدفاعيه عندهم نقاط ضعف كبيره جدا. اولا مفيش مان بشكل كويس، هم اقوياء جدا سرعة، لكن هم ما بيمسكوش بشكل كويس. تقدر تخترقهم بدبل باص ب1 2، تقدر تعمل كرات عرضيه بسهوله جدا. عندهم فلسفه شويه في الحته اللي ورا دي، خاصه شفناها في اخر 10 دقائق، يعني عايز يطلع بشكل معين، فانت بتضغط عليه فبتاخد الكرة. التصويات مهمه جدا جدا، واضح ان الحارس عنده يعني مهتز شويه. الدفاع عندهم فيه مشاكل كبيره جدا، تقدر تروح 1-1، تقدر تعمل دبل باص بشكل كويس. انت لازم بس زي ما قال كابتن هاني تهدى شويه، تهدى في الحته اللي قدام، تهدى عشان تعرف تنقل الكره، تهدى عشان تعرف تباص، تهدى عشان تعرف انك تصنع فرصه جيده لتسجيل الهدف. هي دي الحته اللي احنا محتاجينها الشوط الثاني عشان يكون لنا يعني تواجد بشكل كبير جدا في الحته الهجوميه، عشان نقدر نسجل اهداف باذن الله. كابتن اسامه، هل هيتم اللجوء للدكه؟ ولو تم اللجوء للدكه هيبقى مثلا قفشه محطوط في الحساب على حساب امام عاشور في الحاله ديت؟ هيتغير طريقه اللعب، اسلوب اللعب هيختلف، هيبقى قفشه صانع العاب؟ ايه اللي ممكن يحصل شوط تاني في فكر مستر كولر؟ الشوط الثاني لازم يبقى فيه هدوء من الدكه، من كولر بره بالنسبه للحكم واللعيبه للحكم. لازم يبقى فيه هدوء، انك عندك 45 دقيقه، التلت الامامي حسين الشحات، كهربا، رضا سليم، امام عاشور، لازم يبقى فيه هدوء. لما بتوصل للتلت الاخير الكوره اللي انت عايز تهدى فيها يبقى فيها صربعه، واللي عايز يلعبها بسرعه بتبقى هادي فيها. يعني كوره رضا سليم اللي راح بيها انفراد كان لازم بسرعه في الزاويه البعيد هدي الجون، قفل المرمى. كره ثانيه امام عاشور مفروض يهدى، بتلاقي بسرعه عايز يعمل بالعرض. هل ممكن مستر كولر يرجع الدكه من بدايه الشوط؟ يعني اتمنى. رضا سليم طبعا صفقه ناجحه، ممكن تغير رضا سليم، تنزل بيرسي تاو خبره اكتر جوه الفرقه، عنده الخبرات الافريقيه. الحاجه الثانيه ممكن تستنى شويه 10 دقائق، لو فضل اتحاد العاصمه متقدم ممكن تسحب مروان عطيه وتنزل قفشه ويلعب اليو ديانج هو اللي يلعب سته، ويبقى قدامه امام عاشور ويبقى محمد بدري وصلاح محسن ممكن يكون ليه دور برضه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله للعوده للمباراه وتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.